تعالى كابتن ضياء نشوف نترجم دوت للارقام من خلال احصائيات المباراه اللي قدامنا. نادي الاهلي كابتن ضياء استحواذ 68%، 32 للترجي، 7 تسديدات للاهلي، 7 للترجي، 3 تسديدات من السبعة للنادي الاهلي على المرمى، تسديده واحده للترجي من السبع تسديدات على المرمى. ركنيات الاهلي ركنيه، الترجي 6 ركنيات. النادي الاهلي مرر كابتن ضياء 755 تمريره، طبعا لان الاستحواذ كان بتاعه وكان ماسك كرة اكتر، قصاد 349 للترجي. تمريرات صحيحه للنادي الاهلي 713 تمريره صحيحه من اصل 755، قصاد 300 تمريره صحيحه للترجي من اصل 349. النادي الاهلي استخلص الكره 50 مره، الترجي 53. النادي الاهلي خسر الكره 20 مره، الترجي خسرها 24. تسللين على الاهلي 4 على الترجي، اخطاء 20 على الاهلي، 12 على الترجي. انذارين للنادي الاهلي والحمد لله يعني جت سليمه كده وربنا لطف، مفيش اي مشاكل. الترجي انذار طبعا ما كانش فيه اي نوع من حالات الطرد. ده كان بالنسبه لاحصائيات المباراه. طب تعالى نشوف احصائيات برضو بيرسي تاو وحسين الشحات، على اساس ان هم برضو كانوا من نجوم المباراه ووصلوا التالق وادائهم العالي مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. بيرسي تاو طبعا لعب 72 دقيقة قبل ما يتم تغييره، صنع هدف، هو صنع الهدف لحسين الشحات، فرص مصنوعة فرصة ما سددش على المرمى. التمريرات المفتاحية ما كانش فيه تمريرات مفتاحية، تمريرات صحيحة 49 تمريرة صحيحة، مراوغات صحيحة ما فيش، استخلاص الكرة استخلص الكرة 4 مرات. نروح لحسين الشحات ونشوف إحصائيات حسين الشحات النهاردة صاحب هدف اللقاء. لعب برضه 72 دقيقة زي بيرسي تاو، سجل هدف، ما عملش فرص مصنوعة، سدد مرتين على المرمى، وزي ما بنقول كان يقدر يسجل هدف تاني اللي اتحسب أوفسايد، لو كانت دخلت كانت هتتحسب لأن ما كانش تسلل. لما تمريرات مفتاحية 0، تمريرات صحيحة 37 تمريرة، مراوغات صحيحة 0، واستخلص الكورة 4 مرات. طيب يعني طبعا هما الاثنين جبنا احصائياتهم، وطبعا هو دي رقصتهم بعد ما ايه دي تتحط في الاحصائيات يا جماعه. دي لازم تتحط. يعني الراجل عمل له السروم النص الملعب، الراجل سند وحط وقعدوا يرقصوا مع بعض وبيحاولوا ان هم يعني حنجيله بتاعت بيرسي تاو. هو بيرسي تاو بيعمل حاجات كده غريبه كده، بس يا رب يبقى فايق كده على طول كده، لا هيبقى فايق لحد كده يبقى في الماتشين النهائي، يعني في الماتشين النهائي كده يبقى ومحمد هاني يعني تحس انه مبسوط برضه طبعا. يعني طب ما يخش يخش يتحنجل.